وأهلا وسهلا بكم معنا ضمن حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم شؤون أسرية. شؤون أسرية في هذه الحلقة حرصنا من خلاله على أن نشارككم الفرحة بالعيد. العيد ترى ماذا يحدث داخل البيت الموريتاني بخصوص العيد؟ العيد بتفاصيله وجزئياته، العيد بتكاليفه وأعبائه وطقوسه وتداعياته، العيد وكل ما يحدث في العيد هو موضوع هذه الحلقة التي نستضيف فيها لمناقشة هذا الموضوع كل من السادة محمد الله حيمد باحث اجتماعي والدكتورة زينة بنت محمد لمين وهي المديرة المساعدة لمركز الحماية الاجتماعية ودمج الأطفال وهي مهتمة بقضايا المرأة والأسرة عموما. مرحبا بك وسهلا معنا سادة الضيوف. مرحبا بك معنا سيد محمد، وعيد سعيد علينا وعلى مشاهدينا الأفاضل اللي شرفونا بمتابعتهم لهذا البرنامج، كما يسعدنا أيضا أن تتواصلوا معنا عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك التي ستظهر على شاشة بعد حين وهي facebook.com أسرية. العيد عيد سعيد علينا وعليك، ومن ترى بكل تجرد وبكل موضوعية أنت كباحث تهتم بالقضايا المجتمع، ذاك من التفاصيل والجزئيات الدقيقة حتى اللي تحدث في بيوتنا عادة لين يعود ما هو كاع يوم وقبال أسبوع قبل العيد، ذاك من الأمور كاملة نبقى نطرحوها هون بصراحة للنقاش من أجل أن نقتلعوا عقليات متجذرة في مجتمعنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. أشكر التلفزة الوطنية من خلالها وجه التهنئة الشعب الموريتاني الأمتين العربية والإسلامية مناسبة هذا العيد. ما يخص العيد قبل الإجابة على السؤال أختار نذكر بعد أولا بمدلولات هذا العيد. هذا العيد يرمز للتضحية، يرمز للصبر، يرمز معناه هم عنده يوصل من الرموز اللي يصل يرمز له هذا العيد، لكن يطلب على الأقل نعود فيه نوع من التضحية، على الأقل تيجي التضحية تعود تجسد بأن نضحوا بعد مجموعة من الرغبات، مجموعة من أهواءنا روايات من أجل الرقبات يقال لا تنسى لك اللي يخلق من أجل الأضحية. نعم كل العبارة باطة بقيت ندخلها لك أنا فميك نقوله ديرك مباشرة للموضوع والله اللي وقتنا ما هو ياسر عادة نبقونا بالحالة الموضوع نتكلموا عن العيد. هو العيد أصلا في هذا يعطي عود مناسب للأفراح، مناسب عند ياسر معا، لكن يا للأسف في مجتمع نحن الموريتاني كثيرا ما يتحول ذاك الفرح المآسي، كثيرا ما يتحول زين. عندي الاعتراف، انت تعترف معايا انه فعلا هو يلا يرمز للافراح صح، وما يلا يعود فيه اتراح ولا احزان ولا مشاكل، يا غير ذاك اللي يخلق في بيوتنا نحن، انه فعلا تقلب للاسف الايه، انقلب العيد من انه فرحه وسرور لانه يعود شحيم وكركاره ومشاكل بين الزوجه والزوج وكذا كذا. ليش؟ شنو مصدر الازعاج في العيد؟ اولا حتى لا يفهمني البعض غلط نختار، لان طبعا هو الجانب هو الاساس المتعلق بالجانب المادي التكاليف الباهظه، غير حتى لا توهم القضية على فيها نوع من التقتير ولا نوع من البخل. اختاروا هون نوضحوا أن القضية هون تتعلق بروايات فوق طاقة البعض. إذا مادية العيد، مادية نقطة العيد المادية هي المادية للناس اللي فوق زين طاقتها. زين هذا زين هو عندي ذا الطرح، رأي عندنا عدد من حتى لا نعود مهدين للبخل ولا نظرين للبخل اختار نطفل فيه فرق بينهم. زين شوفوا الصح إياك يعود فم مولي فم تقريبا طرف آخر عادة من يصرف الزينة واللي يقيس المرصة ويصرف عادة المصاريف وذيك تفاصيل كاملة توليها المرأة. رأي هون معانا الأستاذة الزينة. أستاذة الزينة، العيد بعده الدكتورة زينة عفوا بعده المادي ونقصته المادية المتعلقة بالتكاليف والأعباء والمصاريف تشكل إزعاج على رأي أستاذنا محمد. تفضلي انت في الضبط. شكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. بتمني لجميع النساء الموريتانيات عيد سعيد مليء ان شاء الله بالافراح والمسرات. يدعو علينا وعليهم ان شاء الله وعلى الامه العربيه والاسلاميه بصفه عامه والتوفيق ان شاء الله انه لهم ان شاء الله. وفيما يخص الاعباء والمشاكل الماديه قدام العيد ذاك اللام قلت تسيير وقلت الانطلاقه من الواقع. المثل المصري يقول ارضى تعيش، معناها انك ترضى بقدرك انت، لكن اللي عندك ظروفك انت اللي تمشي معاهم وتعيش مرتاح ما عندك مشكله. اللي ينعود الصحه الله يعيش وهو ظروفه لا يتخطاهم ويقيس ظروفه ما دخل راعي فيها، ذاك يعود فم فيه ما هو صالح. وهذا يحتاج تغيير عقليات ويحتاج مدى تتفهم كلها، يتفهم دخله يتفهم طريقة اللي يسيروا بيها حسب مثلا ما هنو اللي عاد يخلص تقريبا مبلغ معين يصرفه اليوم في وجه العيد يصبح الصبح عنده مشاكل قراية التركة وعنده مشاكل الأخرى كاملة طيلة الشهر كاملة. هذا تقولي زين عندي غير اسك ترضاي انت مثلا كمرأة بيه ترضاي لاختك بيه الصبح اختك والله نهار الاخر يعود يوم النهار الكبير نقولوا هون الاشياء بكل تشرد بكل موضوعيه ترضاي لبنت عمك والله قريبتك قدرنا كاع لا جارتك والله صاحبتك يجيها يوم النهار الكبير وهي ولا خيمتها مصاريف عاديه ولا مشوا ولا استدان من البنك ولا لا وفر لها ذاك اللي يالله اللي هي وعيالها وتركتها ولا وفروا لها ثيابها. ترضاي مثلا زوجة اخوك في العيد ما تعيد لك بصراحة ترضاي ما كي تقولي بصراحة هذه ذكرى قديمة عندي هذه ذكرى قديمة عندي وناس تعرفني من قريب عارف علاقاتي الاجتماعية وزوجات اخوتي يعرفوا عني يقولها لهم واصحاباتي مد ولدها ما عنده الفضة ما هي طامعة بالمتحف الواعر ولا كباش ولا حاجات ولا فروح الغاليين هذا الحق اللي هو هي عندها مشاكل هي الخاصة بالسيف هو قال لها قد يكفي لها مشاكلها كذا الناس الأخرى التكاليف زادت. هذا كان خالق في الزمن القديم وذا عادي ومجاملات وكبش ومشى وشي حياة كاملة بسيطة ولا ما فهم شي كبر من ما فهم شي كبر من قد والله التكاليف كثرت وغلات مولي وشعبت وطمع وكل شيء طمع وكل شيء. شوفي هنا حنشوف معانا حنيني نعطيك في النقطة مداخلة من سالمة منت تقول المشكلة الرئيسية في العيد اللي تخلي الناس ما تجبر له طعم هي مشكلة كي تقريبا عبارتها هي كاتبة المساج بالفرنسية لنساب ولنسبات والوجبان، بالتالي العيد كارثة إن شاء الله ان شاء الله. عموما هي 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 مستاءة من العيد. المهم نقطة المصاهرة نقطة المصاهرة سالمة من انت هو طرحتي لي نقطتي واحدة قلتي لي ترضاي اختك كذا كذا انا ما نرضى لاختي عنها تخسر اسرتها على سبت يوم نهار واحد يعني ما نرضاها بعد انا شخصيا انا قاعد ما عنده باش يعدل ذي المشاكل كامله ذي المرات كامله ما تضغط عليه اللي تعقلي عليه تجي هو يوم العيد يوم فرحه ويوم تسامح ويوم صلة رحم معناها عنه ما هو يوم مشاكل وكيف قلت لك هذا قديما اللي عاد كان خالي ما تلاقي قد الصح به كثرة التكاليف معناها عن مجتمعنا الشقاضية قد اللي تعني السلوك كاملة اللي كانت مجاذرة في المجتمع تطلب وقت تطلب وقت وإحنا كاملين يلا ثنين نساهموا إياك نفهموا نفهموا مثلا ونشرحوا القضية اللي تعود واضحة للناس كاملة. أيوة زين هذه هي مهمتنا اليوم. قعدنا اليوم في العيد ياك نعيدوا لهم وفهموهم للمشكلة. قضية تفضلي. قضية المصاهرة ما اللي ذات الشعب من هذا كامل. هي مثلا اللي تعود هي لا تخسر اسرتها على سبت انها ما جابت لك انت يا جليله واخواتك شن الملحة. والله تبغى تنفقوا عليها احنا كاملين نفقوا ايوه يقير هم مجتمعات تنفقع مجتمعات صا يلا احنا كاملين يلا احنا كاملين نساهموا نفهموا هذه المجتمعات الظروف وتغيرها والتحول الاجتماعي اللي خلق والقطاع الشؤون الاجتماعيه دائما عنه يسهر على التحسيس وتغيير العقليات من خلال استراتيجيات وسياسات عنده يخفوا من هذه المشاكل الاجتماعيه اللي الحقيقه
المجتمع حتى انكم انتم المثقفين ما تقدروا تمشوا عن هك ولا هك معناها عنكم لين ما تبدوا انتم وتغيروها وتفهموها للناس كامله اللي مثلا عنها عندها فيها احراج فهمتيني فهمتك بقى. معناها عن لابد من تعبئه مانعه والناس كامله تسعى فيك تخاف ورانا لين بدؤوا التعبئه الاجتماعي محمد من ذن من بعض ومن ذي اللحظه نبقوا دور تعبوي دور ارشادي فهمت للابات وامات واولاد وامنات الاسر فهمت والمنسبات والخالات والقريبات والاصحابات ليك باب طقوس كامله تعرف من ترى يا كانوا فعلا يستحق العيد وطقوس وجبان انه راجل يدين والله انه راجل يزوق والله ليك بعض الامور التعيه تخلق والله تخلق مشاكل وتنقلب البسمه الدمعه والله تنقلب الفرحه للمشاكل واحده تقطار واحده تمشي وكذا ليك بعض التفاصيل نعرفها تفضل هذا رجعنا ل النقطه النقطتين الاساسيات لابد انهم يتطيروا داخل المجتمع الموريتاني واحد تركيبه أسرع عند المجتمع الموريتاني، أسرع عند المجتمع الموريتاني. ما هي إلا شخصين. أما أهلها هي ولا أخوالها وأخوالي وأخواله وأعمامه. معناها أنه شنو العلاقات ما يوفوا. المسألة الثانية. العلاقات قلت لي. والله قالوا لا العلاقات. اللي هما يعودوا كانوا بالحياة العادية، أسرع من شخصين وتركتهم وبالسيف حالهم. قاعدين يمشوا الى تموا هما على الصيف مدبروا لحالهم. تموا لين جاهم العيد. جاهم اضافات اخرين. تتنتق لهم. تتنتق لهم شنو الروايات. هي تتنتق لهم اهالي هو يعني خوت تقول لنا باطي ما سبقناهم. اهالي هو. اخوال واعمام واولاد العم. واخوات وكاع. واخوات والعم هذا. وليش هما اهل هاي. هذه من ناحيه. معناها ان يا ربتنا عايش القضية من البعد. المسألة الثانية قضية الحماء. احنا في المجتمع الموريتاني. عندنا اللي قالوا الحماء. الرجال عطاهم ولا رش. بسطة في الرزق. وصر فيها وعنده الحق يعدلها. يا اخي هذا يكون ذاكر في الحقيقة. مو انا تو ما يعرفش شنو. ترى هي دير له ايد فوق ايد انا متعمل لا خير مني. محمد والعمر في إطار هذه النقطة محمد والعمر عبر صفحة البرنامج على الفيس يقول أنا مستعد جدا لتوفير كافة احتياجات ومستلزمات زوجتي وأبنائي وبناتي لكن مصاريفي أو مقدوري الشخصي ومقدوري المادي يقف عاجزا عن المصاريف الجانبية لأن على قولك ذو العوالق للتبعات هذا موريتاني من قطر هو العيد هو لا يتخطاه بسلام لا يتخطى الا يوم العيد نهار مقد دور يفكر وماذا بعد وش داير يواصل نهار الموضوع وش داير يواصل الشهر قد يعود شهرين كاع راهو مازال جاي فهمت سلفهم فياك انه يوخر بهم ذاك النهار معناها هنا القضيه هنا قضية تتعالج هذا هو دورنا هذا هو دورنا وجينا هون اليوم في العيد لكن عيدوا مع مشاهدينا خصيصا اللي كنعالجوا دورنا هنا ان نتوجه يا ذيك الاسره اللي مولانا ما اعطاك رزق تكايس على راسك اشبه قومي اسرتك وحافظ عليها وبيتك وابنائك وربهم من تتفكوا على سبة نهار واحد هذا يا ريت المجتمع يتعاون فيه بشكل عام ويحاولوا لهالي على انه كيف يالله له هو يا طيلو هو ما يشوفوا يا طيلو هو ما دير لي ما انهم كاع ما يشوفوا يا طيلو هو يتدخلوا على انه ما يقلط ما انه هي ما تتكلف لهم شيء ما يقدر يتكلفوا ولدهم زين ولدهم ما يقدر يتكلفوا والله العظيم انهم يدوروا هنا بوساري معناها انهم يالتهم يحوزوا ولد اهله هو على انهم يقنعوها هي على انهم هذا ما مكلفين به. يقنعوها هي يقنعوها هي على انهم ما مكلفين به. زين الفكره من عند الراس يقولوا لها هي. يقولوا لها هي.
يقتنعوا على انه هو كافي وراح اقول كافي لهم انتم الحمد لله. ايوه وربنا يسهل انتم يطلبون مولانا في النهار المبارك ان شاء الله يعمل مولانا يسر حاله. كانوا قد على الاقل عدل لهم ذاك كانوا قد عدل لهم ذاك اللي يلا ان شاء الله. من ناحيه اخرى ان مولي نحاولوا اعلنا ما نعود دائما لله اللحماء هذه من تعمك اللي اعطاهم مولانا عاد معها راجل عاد مسلم رزق ما شرط عليها ذاك اللي وفر لها وفر لها دير انت ايد ايد مخلوقه مولانا ثاني وتقول له كر انا هي ما هي خير مني. هذه ما هي خير هذه ايد ايد هي ما هي خير مني ولا ايد هي ما هي خير ولا من اكبر مني خيمه بو انا ولا هي زين مني انا اللي معدلها هي يعدل لها ويعطى لها ويعدل لها انا غير خير منها. من هون يجي المشكله بين مسألتين واحدة لا يمشي يستلف والله يسرق واحدة يقول له أنا ما عندي لا عندي حول ولا قوة وهذا يوم إلا ودعتك المولانا وذكرنا هذا ببرنامج قد تخلق لقطات حية ذاك كان في الجمهورية الثانية القدم ايوا اياك حنينة لحظة اياك ما تدير هي ايد على ايد وتقول له ما متعمي متخالي ولا يشبه مني وما نشبه منها وكذا كذا وياك ما يقولها اها ودعتك المولانا دكتوره زينه ان شاء الله يخليك الصع عطينا هون حل عطينا هون روايه ذيكي كبديل تقدمها المراه بدل مني شي ذا شفتي المراه ما هي مجنونه قال المراه لا يجيها واحد يقول لها من عند الراس حال لا حنيني لا يجيها من عند الراس مشعشع ويقول لها انه عنده وعنده وعنده ولا هي تعيش هي حسب مثلا ذاك اللي جو اللي دارها هو فيه ولا هي هامها تظهر وهامها تشتغل عشت معاه ما تبايت لا حن لا حن تعيش معاه داخل على داخل على معطيات داخل على معطيات معينة ما هي بصيفة هذيك ايوا تو حنين هو العيد انا خليها خليها هي تكمل العيد الاول تفضلي استاذ هو العيادة ثلاثة ايام في السنة وهو لا يجي ويقول عنه وعنده وعنده العيد الاول ظاهر انه ظهره هو لا يمشي ويدبر ويجيب شنو الروايات هي ما تعرف من منين جاء ولا ذاك هي تعرف لا لكن اللي جاء اللي جاء قال يلو كان يلو كان في البدايه قعد وقال هانا هذا موظف نخلص لا ما هو كذا وكذا ذهب سيريه انتج خرصي العيال وخرصي الصاير وخرصي قرايه التركي ومشاكل الحياه كامله قبضيه تجيه وسيريه وطينا الخط ونسيره بالطريقة اللي لها تمشي لنا الحال كاملين ويعود مثلا ما ندين ولا نعود علينا أعباء ما نبدا منها الحقيقة لا هي تمشي هي تساير يعني تعود بعد مثلا على لفافة لا هي تمشي تساير ذاك وتعرف على خالق لها لا هي 100,000 حاليني افترضنا 100,000 تقريبا في هذه الصالة الناس اللي متنظمة حتى يقبلوا يعدلوا توفير ويعدلوا تخطيط مالي لراتبهم من خلال مثلا ذوك التريمستر اللي فيهم العيال كاملين وفم كاع خطط اخرى ان واحدين يشتروا سابق يجي العيد يشتروا شيء خاص هذه عقليات واستراتيجيات يعدلها شمل الناس يقال احنا هذه ما فات جاتنا هذه الفكره ان شاء الله من دارك ينتبهوا لها العليه ان شاء الله تم كلها تشري الباس لتركتها ونسابها ونسباتها باسبوعين والله ثلاثه على الاقل ما تجبر مضاربات العيد هذه فكره هاي من ضمن الحلول هاي اقتصاديه هذا كان زين فيها دراسه ميزانيه الاسريه اللي قاعد خالقه المجتمع الموريتاني ايش قاعد يعني خالقه استاذ تخلف مباشره مشكلتك الا قضيت مباشره جديده تكلم الاستاذ خليني اكمل فكرتها خليها تكمل فكرتها تفضلي مجتمع الموريتاني مجتمع جديد ومجتمع كان بدوي وعنده ياسر من الروايات اللي ما لابد منها وورك خالق الولاء يتكيف مع التحول الاجتماعي اللي قلت لكم انه لابد له من ياسر من الروايات تفهم له الظروف قاع فارضته الظروف فارضه عن تحجم الاوضاع كامله هو قال عن عن الاسره يلا تعود لدار اشخاص الاثنين هذا هو الخالق في العالم ما يدخل عليهم احد ولا يجيهم الخطاب غير احنا هذا عندنا موبقه حانين لا حانين شوي هذا في العالم غير احنا عندنا هذا موبقه لا قد الصح قاع هي لا يقولوا قطعت منهم وجودهم ولا تلاوي شيء وعاد لا قاطع والله ما استرني بسترك الجميل وراي انفضحت هي وهاي صيده قاطعه قاع وفات اخبار فات اخبار ايوه لا تطلع فرقته ان شاء الله واهلها هي مولي هامهم ياسر من الروايات ولين اللي يعود هو لا حد داره العزاك ما يجي معنا الله شنو
معناها عن قضية قضية فهم الحياة اليوم. ويلا الناس تفهمها، فهم هاي الناس اللي ناجحة. احنا قلت لك عنهم 3 أيام في السنة لعيال هذه الدنيا يلي يخلق عندها هاي المشاكل اللي تقولوا انتم معنا مشاكل، ما انا ماني شاكة، انا مرة مضبوطة. لا تمشي تعدل المشاكل والله افترض من كم واحدة ما هي مضبوطة، يلا تنخلوها تعود مضبوطة. اللي نحن هنا صريحين مع واقعنا ونعرف انا وتعرف انت ويعرف الاستاذ ذاك اللي يخلق، خصوصا في ايام العيد الله نعرفوه. اذا ما وقعت انا فيه وقعت انت فيه، لا توقع فيه واحد اخرى ونسمع مرادها عاد بعد اسبوع الله اثنين خليك خليك خليك. هذا الحقيقه احنا هون بنعود واقع من المنبر نقول لها عنها احسن لها تتفهم ظروفها هي الماديه هي والسجل وتمشي معاهم حالها كامل في العياد وفي ذاك ظروف كاملة. يعني اللي قاعد يتفضلها بالفضل قاعد نهاية السنة تحسين هذا النوع من النهارات طريقة على المجتمع الموريتاني لغير كان يعدل طريقة منظمة، كانت تعدل بطريقة منظمة، كانت تعدل تجي القداوي ومشاو القداوي يجو يوم العيد تحار الناس كاملة وكل وعيش معها شوي من الحنة والله قدحة والله صرمي وسادة معناها مرويات كانت لا تخلق ولا فيها الطرافيش مثلا المرد دارك عدن لن تطرش من نصة وضعت أكبر حاني. اسمح لي شوي اسمح لي شوي أستاذ، الظروف كانت لاشي من الموارد الطبيعية، كان الحيوان والزرع والدق وكسكس وهذا الرواية عادي وكانت المرأة اللي كانت طلاق رواية ملي بسيطة اللي تتخلى المرأة أولادها اللي يعيشوا في خيمة أبوهم خالهم والله يربيهم خالهم وتحزم عليهم يقولوا الناس معلومات أربعة عند أخوات خالهم الله ما تلاقي قد يربيهم التكاليف إذا كامل ما تلاقي ذاك الحال الأول ما تلات نفس الوضع كل شيء كذا. إذا هاي وبل من الصعاد ويا الله تم يتفهموا عادينهم يجاوبوا طبعا عندنا عامل محفز يتفهموا الأمور أكثر من هذا عامل محفز عادينهم يجاوبوا ياسر من الأمور اللي تقدر تدي زعزعة تدي الأسرة الأمور اللي هي زعزعة تدي الأسرة كاملة مهما كلفت يا الله تم يجاوبوا يضحوا استغلوا فرصة هذا عيد الأضحى اللي هو عيد تسامح عيد تضحية يخلق فيه تضحية التضحية فهم فرق بين التضحية والأضحية هو عيد الأضاحي هو معناها كباش لا يتنذبح وتمشى للبراج عليه السلام ضحى أبو إسماعيل معناها أنه فيه نوع من التضحية. زينب منت عبد الله تقول أنها لا ترضى شخصيا بأقل من تكاليف خاصة تبدو في العيد لأنه عيد أنها تصرف بسخاء على نفسها وعلى ابنائها وعلى على على محيطها الاسري ولا ترضى باقل من هذا. بالتالي لي تفاصيل حنيني تفضلي. شفتي زينب وبروك العيد علينا وعليها ان شاء الله علينا وعليها ان شاء الله ان شاء الله زينب ويعطينا يعطيها العافيه لين تعود عندها حد ذو سعه والله يم عدي ذاك زين عندك كامل وشاعش عوضي مديونة للناس كامل بهذه اليوم يوم تسامح ويوم تعاون وتكافل بين المجتمع كامل وأول منه تجي أولادك وهلك قال لي اللي تعودي اليوم لا تمشي وتعدلي ذي التكاليف كامل لأصبح والدكم الصباح في السجن لقدر الله ويعنات لله وإله هذا ما هو ما هو مهم راهو إنجاز مناسبة قال زينب الصحة اللي هي تصرف زينب الصحة اللي ندور بصحة تصرف بصحة انت عندك ظروف قد تصرف يا قيل يا قيل يا زينب احنا هون نتكلم على ذاك اللي ما عنده ظروف صار به يكون لا يدعو تطال حاله مشكله نهار مقد انت اللي عندك ظروف قاعده ايش فيه يا انفقوا لم يستجيبوا لم يقتروا كان بين ذلك انا اهم ما احنا ما ندعوهن للتقتير ولا ندعوهن للبخل ولا ندعوهن لحد ما قال لا حد يصرف كل حدود طاقة ترقيش حدود طاقة باللي هو التفكك اللي يخلق نتيجة العيد يخلق ذيك المجموعة اللي تكلفت شيء ما عنده شيء ذيك الأسرة اللي تكلفت رواية ما عندها لا شيء هي اللي يخلق هي اللي يخلق لها ما مدى عندها شيء الله على الصحة ويعملكم تصور في قيت الآن لو دهون الحلول لهذه القضية تفضلي في نفس النقطة اللي كان يقول لك ندور حلول لذي المشكلة اللي احنا قلنا انها طرات المجتمعنا والحقيقة اصطدم بيها ما فات امتصها ما فات فهمها وكيف قلتوا يروحوا وسارة ضحيتها بعد العيد تقريبا باسبوع والله قضية الحمار كنا قلنا قبل احنا مشيت للحمار معناها عنا من ذا المنبر
نقولوا للسيدات الفاضلات عنهم مثلا يشوفوا في قضية يقدروا يتخطوا بها هذه المشكلة اللي جليلة والأستاذ معدلي إنها مشكلة كبيرة حتى بالمساجد هي مجتمع كامل تتفهم واحدة ظروفها واقعها وتتفهموا ضماتية هذه حلول مثلا التسيير اللي قلنا تسيير ميزانيتها والمصارحة مالي السيد يا الله صارحة وظروفه ياك ما تعودية تسير على عمية بد واضح لها هذا اللي هذا اللي هذا اللي موحول فيه الموحول فيه ودخله هو وذاك اللي لا يستفاد منه كان وتتفهم مالي أنا يعني ياسر من لعبة كان خالق وكانت يعود مالي بسيط لكن ما تلاقي قد الصح فيه مشكلة الدخل على الفيس معنا محمد محمود يقول انه يشكر البرنامج جدا على اختيار هذا الموضوع وهو موضوع يأرق الكثير والكثير من الأسر هذا ينضاف رأيه لآرائنا لكن يقترح انه بعد العيد فورا يجب مناقشة موضوع زواج السر شنو هي العلاقة بين كلا الموضوعين عموما مشاكل الأعياد مشاكل حقيقية يجب تخفيف منها ويجب تنوير المجتمع حولها تفضل أستاذ محمد هي مشكلة حقيقية هي مشكلة حقيقية غير مسألة حلها نشر الوعي بين المجتمع بشكل عام غير بدرجة أولى بين الشريكين بروسهم هم بعيد عن النسيبة إذين يقتنعوا هما إن هذه أولا إنه يقول بيضان ما هو ما ممتازع بقى هيد ما ممتازع بقى لا علق لك والله ما هيد شوه ما هو في المسلة ما لا تكل عليه معناها أنهم هم المسؤولين بصفة مباشرة عن هذه القضية إذين يتفهموا هذا ويتفهموا على انهم هذا مصلحتهم هم سار وتعود بغض النظر عن ذاك الله يجي مداه ولك التمتيم الله يجي مداه ولويه انت بعد تعترف عنه فهم تمتيم اولويه التمتيم وهم لو الشوارب وهم لا فايده هذا نحسه اكثر صراحه واكثر شراءه من دكتور عزمان هذا قاعد شبه لها تعود ما تخيم هذا قاعد مفرش كرب عنها لا من برا شيء كارب. جالس العارف ولا. كانت قاعدة عند دهري وتوكل شربوا توفوا اليوم اللي إنها زات توفوا عاد. عنها إن هذا يغير يلين عودهم محصنين بالوعي. هذا كلام واقعي. يلين عودهم محصنين بالوعي. بالوعي. أعلن مهما ما هم مستعدين ليضحوا بأسرتهم على مول على إن ما تمونك عن زيد والله عمر. يعيهم لا يتخطاوا العيد ويتخطاوا دو يتخطاوا هم اللي أكثر صلابة وأكثر زين عندي جدا ذا الطرح اللي تقوله زين عندي ذي الصراحة والجراءة اللي تتكلم بها أعطيني هون بصدق لو أنه شخصك الكريم والله شخص من عائلتك أخوتك والله أصحابك والله أقاربك واحدة من زوجاتهم ما أدت الواجب تجاه الأسرة في واحد من الأعياد من درى أنت شخصيا تربى بذا مثل عادي عندك لا يتستر وتلدلد عليه وتقول ذعات ولا غروف وكذا ولا تقول ما أنا الله يذل خاسر حتى ولا كان يا الله قبل وعذر النشي صالح ولا كان يا الله قبل شيء قلبت السؤال أنا قاعد يخسر تقولي لو أنك أنت لو أنك من درى كانك بصراحة لو أنك بصراحة. أنت زين أنا زين بالضبط لو أنك أنا أقول لك منطلق من لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بارك الله فيك جزاك الله خير يا اللي قد ما وقعت الحال بصيف توذي تفضل اللي ما هم موافقك نسبة سلاح نطلب من المشاهدين اللي يراسلون حنا على الفيس انهم يصوتوا من مستعد ومن غير مستعد نشوفوا النسبة شوفوا النسبة بينهم نصف ساعة تقريبا نعطيكم الإحصائية مستعد نطرح كان مستعد لنتحمل المنطوع في سبيل هذا النهار والله ماني مستعد زين لا نقوله ونصرح به ذا اللي يعنيني مباشرة مباشرة بدون تمويل زين
الى رضا به دور نقن عمر لي ودور نحاول لي انا قنع مسلم وهذب محترم ونقن وحتى فاطري سي ولا ما اقتنع نرجع على المطروح نرجع على نعرف الى ما اقتنع افترضنا 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 انه ما اقتنع افترضنا انه نتوقع صراحة. نتوقع على منه على انه قد جوهر قدر من تفهم يظهر أولا قدر من الفقايا وعلى أنهم وأنك عندهم في النهاية لا عقب يتقبل بلي يعرف المعنى عقلية عندك ما هو فليه ما تقلوا العز تقلوا العز يعني ما يعزوا بعض عنه شفتي لا ما وقروه غير عصري الأستاذ الفاضل دكتورة الأستاذ الفاضل لا يقعد الخلطة يقنعهم بهذا يقعد يقعد الوالد وأخواته يقول لهم تبغى تصنتوا زين أنا هاي أنا أقنعتها بإني ما عندي ما هو كذا وكذا معناها عنكم تبغى جاهز حق بعد تبرع من كل اللي ينقال ما الحافك ليه والخياطة الواعرة ما هي خالق وأنا بسيف هي قالت لي بسيف قد قاعد مشي لها حالي أنا عنكم أنتم يا أخواته أنتم يا أخواته يا أخوات أكبر أنتم يا أخواتك أنتم يا أخواتك أنتم يا أخواتك يعني دوك أنت زينة تي أخوك زينة أخوك أهلوا وصرتوا قولي لهم هذا لا تتكلفوا فيه أنا إحنا نعرف ظروفكم ونختاركم أنتم تبقى وصرا من السجن ومهاش الحالة أنت تحمل الدين قولي يا أخوك وقولي يا زوجتي قولي هاي هذا زين عندك هاي تقولي هاي قولي هاي طلبت منك انت حنينة لحظة يعرفوني بتقتال يقول بعد هو دكتورة دكتورة ورا وارك تهرب تهرب ورا وارك من انه يقنع عمو بوه يعني هنا بيت وصلت فهنا ما وصلت الفكرة لبكم ما نمترب منها انت ليه تقنع زوجك ما نمترب منها لين اعطيها ضمان اخرى اعلنها إلا الواو شوارب ذاك بعد في ذي القضية أنا بعد ذاك ما ولي أطيح من خلاقي على إنه بلاو في شوارب هاي الكري هاي الكري هاي الكري يا رجالك ما سوّرت لي هاي معقول سوّرت لي كان قلتها لهم وكان هو ساو قلتها لهم يا قار قالوا عني لا ينفضح يعني يقولوا لا تجيبوا لنا لباس في وجه العيد عنهم قاعد ينفضحوا ذاك بعد حق هي فكرتهم معناها انا كنت اصلا لما شاف ما شافوا عندك كي لا والله لا عندي جدتي ما شافوا جدي قلت لك بصفتي حاني الاستاذ نكمل لك الفكره اللي نقولها انت قلت انا اقنعت سعيد الحق بظروفكم يا قلت قصه تقنع الخلطه يا قاع ميل وشوارب فيها انت قلت انهم لا كل شوارب ما قاعد لك فيه دور قاعد ما يخلي الين اللي يفهمهم انك انت هي قنعتها وجايتك انت وراضيه بتعيش معاك مع الظروف يا الله تفهم انا وتفهم هي وما ديه لها في هذا الشيء تقولوا انتم تعيشوا سنة ايه كنا قابل منكم العذر عنكم انتم تفهمتوا بيناتكم وقاعدين تعيشوا وقبيل حسا قلت عن يقول يا قال المعي ما فراحة دكتور مشكلتكم عن المعذور قاع ما فراحة إلى عذره أهله هي وهي عذره أهله هو إيه قاع شنو الإنجاز بقيتوا أسرة من المعذورين هون المعذورة أنا غروب لا شو حاله على الأقل بقيتوا من خطا العيد جميلة يوم العيد يرجعوا بدون عذاب جميلة عندك إحنا نتكلم هنا الحالات مد اللي ما عنده شيء عنده الدار قطعه طبعا احنا نتكلم لا عنك بيلي ليك ما يمشي نقول مجموعه اخرى احنا ما لنا معنيين بها احنا طالبين على انها تنفق وعلى انها ما تعود بخيله وان الكرم نحن طارحين الدار المسألة اللي تعود فيها العيد اشكال وفيه تكاليف وفيه اعباء وفيه مشاكل بالنسبه للميسورين الحال والاغنياء هذا بالنسبه لهم كاع ما احنا طارحين ليش هذا الاسره هي اما اسره كاع ما فيها ما عندها تهديد وما عندها مشاكل ما هي موضوع في النهار اليوم ما يقرب سيب بالنسبة لنا معنا بعد جزء قالت تعود جزء على الأقل ما في نقطة اليوم على الأقل ما على الأقل تعود النخبة بعد تدخل ضمن النخبة اللي على الأقل لا يتعدى الشباب بس شهر بي حتى للناس الثانية ذيك ما دي فكرة ذيك فكرة لكن على الأقل معقول ذيك لك ما تحكم حاسهم وتراعوا أخوتكم هذا ما هو عنده تحاولوا أنكم حتى اللي تتبهى وحق استراتيجية رجال يعود شاشرة جاره معهم لابسين آيالته حتى الشهر بالباس والياد وهذا مروض نحن بعد إسلامي على هنو على الأقل هي أم اللي تفضل انت زين تمشي وهي جايب عادلة مخالة وهي لا شوف اللي شريت لا يجيك مسكينة مسكينة الحقيقة طب ما خلاقها حق
تلعن على الفقر حق واللي جرها لذاك وتمشي قاعد يتلعن على هو سيد قاعد معقول تتندم على العموم القضية لا قضية كيف نقول نفس الرعي وتقبل وقت شوي تقبل وقت شوي انت قبيلة دكتورة طرحتي افكار جيدة عن انهم يبدؤوا العياد يعرفون كم من عيد في السنة العياد يبدؤوا يحطبوا لهم طيلة السنة ويشيروا اللباس قبل اسبوعين والله ثلاثة انا قاعد فكرة استهواتني حتى صراحة خصوصا انه في العيد يخلق فيه ياسر من لعبة هذا النوع من حلول معقول حق وتعب وباع وخدر وضغط وحق هذا النوع من الافكار واصلي لي في نقطة نقطتين ثلاثة واحد عدلوا كذا اثنين عدلوا كذا ثلاثة عدلوا كذا لين يعطي مدانة يجتازوا للنهار الواحد ولا نهار واحد تفضلي والله قلت عن أولا يعودوا واقعيين يعودوا مطلقين من دخلهم عودية عارفت موضح لها مشروح لها ولا مش عود عنها ولا متيتر عليها في البدايات عودية تعيش في خيال عود مطلقة من واقع ملموس لكن الواقع الصعب لا هي لا تعود هي على مستوى من الواعي اللي تعرف عنه خارج لا هو وتسجل وحسب ظروف هذه الناس اللي مثلا عنها تعدل ميزانياتها تعدل هي شيء تعدل الدروس تعدل الروايات الطارئ تعدل السياحة حتى الروايات اللي الخطار وذا الشيء معناها عنها هي لا هي تعدل خطة عمل والله خطة عمل ميزانيتها وتقريبا هذا ذاك العيد هو تخطى ما زال قدام عيد المولد لا يتم ذو الشهر القدام عيد المولود تعدل لهم ميزانية خاصة زين يجي عيد المولود ما ثقلت على ذاك الشهر ميزانيتها زين لا تعود هي متهيئة للعيد ولا فهم شيء جديد إن شاء الله ذي الأفكار يعودوا يستمعوا لها وهي من ضمن قطعا عنها الحلول اللي تقدتوا قدم ياك ما تخلق أي هذا شيء قال له تخطيط ميزانية الأسري ميزانية الأسرية وتدبيرها لين اللي تدبر يعود رقاج ما يتفاجئ ما ثم رواية مفاجئة رقاج تبلين في العيدة وإحنا العيدة تهوه بسيكي يظل يلود والله يظل ما أعرف صدي له وصدي له ويلود وذاك بدان قطع تبقاي تي في وقطك هذا تسرك مني إلين اللي تخطها هذا العيد لا هي تتخطى بسلام ما ثم شي ثقل عليهم لا هي تبدأ مولي ميزانية تسجلها للعيد الأخر عيد الأخر مساء إن شاء الله يستفادوا من مرقة العيد هذا التمويه اللي نورتي به زين وإن شاء الله الناس حقوا لله الناس زين وإن شاء الله نور شفت هو التحسيس هو التحسيس ما في شيء تطبيقي ولا نظري وإحنا متباركين معها بشتى على الأقل بعد فم فكرة نعطات على الأقل فم أفكار فم ذكرياتك تعدي وتعدي وتواسع حد يعاني لين يسمع هذا اللي قلنا له ويستفاد منه أكيد أكيد يستفاد منه أكيد ولين يعود واضح له أنه عنده مشكلة لين يعود الصلاة من جاهل هذا كامل يختار لا يصطدم لا قاس عليه قاعد يسأل الله يهدينا ويهدي المسلمين إن شاء الله إن شاء الله كيف قلت لك عن التحسيس نظري كان وإحنا قطاعنا تابعين وشمل الفئات الهشة كاملة للمرأة والطفل والمعوقين وهذه مثلا هذا نشتغل الحلقات الأضعف في المجتمع الفئات الأضعف في المجتمع وهذا نشتغل لهم بالتحسيس والتوعية اللي فهم خاص ياسر من التوعية واستيعابهم استيعابهم الدموع حتى زين أنا زين عندي ذا بالمقابل حالة تنظير زين لين انتقلوا حالا أنت نظرتي شيء طرحه جيد هذا تنظير هذا التطبيق تفضل التطبيق مباشرة المرأة نولي البلد من وفاشل وفاشل أعلن هي تعود هي مسيرة تسير حسن عن هن التدوير وصلنا يقول البلاد ما خير قوام جيّة ما خير قوام جيّة جيّة من قوام معناها القوام هو اللي قاع عليه العثر الرجل ايش يحصل يا غالي المرأة اللي قادرة على انها تسير ذاك التسيير طريقة اللي تقدر تحقق فيه ذو كاملين وتحقق فيه هذا المشروع مشروع العيد اللي تحدث عنه دكتور معناها على انها يقال بشرط وده ما في تسيير حسن معقلا وشهود راعي الشرط الاستاذ الشيرة اعلن المرأة ما هي متفهمة التسيير ما قلتنا انا قلتنا تخلقوا نيالت يعود فيه التفاهم
صح. هم اللي سهم قال هم الدوم سهم حق بعض وكلهم لا بد من اللي ينقالوا ذاك اللي لائق به كيف يتعود هم في صراحة هو ده يمشي اللي ده يجي فضل هذا رأي أنا شفته اللي حص قادر حص هذا رأي زين يعني ثم واحدين ما يلاحصلوا يجي الواحد ويقول تفضلوا هذا اللي حصلت ثم واحدين يقبلوا اساليب اخرى ما له حق الزينه راجلنا لان يعود هم هو ذا عندي ما تعود استراتيجيتها كذا اللي حصلت ما له غير من اللي تخلق مشكله المشكله كان ولا حصل ما يصرح ايه ما يصرح كذا ما كانوا لا حصلوا يجيب شا عاد هي طنتي على طنتي على اختار بعد حصل وعود ولا يتندم على انه حصل قاع على انه قاع جاب وانه سلم هذا اختار بعد اختار بعد قاع عندي انا حد يذكر شي بحصل يقولوا لا يحصلوا من حد حصل مش حد زين هذه مالي اللي دائما ياسر من مشاكل تحلق على تنك فارت لا تعيش هي عليك التنك فارت مش تقضى عليها الدين حق افترض حق بعد اذا قلت لك واقع نجيب لك ما هو كذا تمشي نجيب لك 100,000 100,000 تعقب على 20,000 والله على 40 حالات ظهر لي مولانا حالات دائما نادرة هاي ما نادرة هذه الأكثر أسرة استقال حالته ومشاه وهله أستاذ محمد هاي الصفحة مليانة من نوع من التفاصيل يقوص بجزئيات من ذا القبيل يقول كيف تعرف ضيق الوقت ما يسمح لي بني نقراها كاملة نقبل لك مثلا أمينته بنت سيدنا عمر تقول الأكثر عنه الرجال زمن الأعياد يتعذروا بفقايع والله أمور تخلي جو البيت يعود مشحون فترة العيد الفكرة والله زاد السبب منه كامل ما هو عن واحد منهم منفقع والله عنده مشاكل ولا كذا سبب التهرب من أعباء العيد شفت مثل النوع من الجزئيات يجون هنا به ياسر من الحالات يخلقوا أنا نتكلم هنا ليه الواقع العام المجتمع شتي وخارج الوايد حالة شيء قد خارجين الله على الوايد كي عادت تودعت أكثر ظاهرة وكي عادت متفشية لا ولا بلا عم من زيجات بمويتاني أعلن مهمة على الأقل هم نوع قدر معين من الصراحة زين البرنامج مخرج البرنامج للأسف يشير على حكم أنه في حدود دقيقتين الأخيرات كلكم عنده دقيقة يقدم تقريبا إرشاد من هون وتوصية نعودوا نختم تفضلوا عندك الكلام تفضل في نهاية البرنامج نتمنى المجتمع الموريتاني الأسرة الموريتانية استقرار إن شاء الله وعلنا تجاوز الأعياد كل اطمئنان وكل سعادة وكل أرياحية وبكل تفاهم وأنه عيد يعود عيد سعيد ما يعود عيد أفراح ما يعود عيد أطراح زين تفضلي يا أستاذ زينة شكرا نتمنى مرة أخرى لكل النساء الموريتانية عيد سعيد متمنى لهم إن شاء الله أنهم تم يتخطوا عيد ما يعودوا فيهم عندهم لهم مشاكل ولا نختار قاع أسرة تتفكك على قاع العام الماجي من حيث المبدأ حق ما هي زينة قاع ما هي إخلاقية وتوف وإن شاء الله تعالى المجتمع فاصل يفهم خطورة التفكك الأسري وخطورة هذه المشاكل اللي موجات تجي موجة العيد تخسر أسرة ما هي صالحة وراجين التوفيق إن شاء الله إن شاء الله يا ربي نتمنى إن شاء الله أن نكون من خلال هذا المنبر قد قدمنا حلول لبعض المشاكل والظواهر الاجتماعية التي تصاحب عادة فترات الأعياد عيد سعيد مرة أخرى ولم يبقى لي في هذه الحلقة سواء أشكر باسمكم جميعا ضيوفي الأفاضل وهم السابع الأستاذ محمد اللحيمد بعد اجتماع شكرا جزيلا لك على تلبيه الدعوة والدكتورة زينة محمد لمين مدير المساعدة لمركز الحماية الاجتماعية ودمج الأطفال دكتورة شكرا جزيلا لك شكري موصول لكل من تواصل معنا عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك ولكل من اختار أن يتابع برنامج شؤون أسرية إلى موضوع قادم وإشكال قادم دمتم في أمان الله وأقول لكم تحيات فريق العمل وهو بإخراج المخرجة السنية من تبيروك إلى اللقاء